صاروا مشجعين عليه فريق سبب العريس والرياضة العريشية. جاء اليوم باش يتابع فريق الحي ديالو اللي هو فريق وفاء العريس. وفاء العريس اللي هو الفريق ديال الحي ديالكم. شكون اللاعب اللي بان لك يقدر يكون هنا او مجموعة من اللاعبين اللي تقدر تكون هنا واحد العامين في فريق شباب العريش، من نجوم فريق شباب العريش او احدى الفرق ديال مدينه العريش واللي مالها المنتخبات الوطنيه. اللي كيثير انتباه ديالي اللي هو الغارديان جمال الدري اللي كيلعب بالكوشيه، وكاين اللي ستيس مليون التيران، وكاين لاكس الخمسه حتى هو، وكاين واحد الدري ما كيلعبش دابا اللي هو رقم سبعه اللي تصاف في نص مع الفرق في المجموعات في المباراه الاخيره، وكاين ولد عباله اللي دخل الكوشيه اللي دخل الجامعه، وكاين بزاف د اللاعبين اللي ستار يكونوا العامين المقبلين العام الجاي يكون شي فريق عرائشي مكون من جميع لاعبين مدينه العرائش اللي تقدر تستافد منهم المبينة ولا يقدروا يستافدوا منهم الفرق. كنبغي نهني الفريق ديال الحي ديالي ولا الاطار التقني الصعب الى الزلاقي على الانجاز ديالو، اللي كنقولوا بان الحي كيفتخر بهذا الانجاز اللي اول مره كنشارك بمدينته كنوصلوا لنصف النهايه. هذا اللي كيدل على ان الصعب الى الزلاقي ولا الاطار ولا الاطر اللي معاه كتخدم والخدمه هي بانت وعطات الثمار ديالها. هادشي اللي كاين اخي. شكرا السي عيسى، واحد الموفق لفريق وفاء العريش. شكرا اخي، الله يحفظك. شكرا.